جرائم الملكية الفكرية هي واحدة من أهم الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود في العصر الحالي، وهذا الأمر هو الذي دفع منظمة الأنتربول للقيام بدور قيادي على الصعيد الدولي لمكافحتها. فالأنتربول يقوم بتحفيز الجهات المعنية لوضع خطط واستراتيجيات للحد من هذا النوع من الجرائم، ويدعم أجهزة الأمن المحلية والدولية للتصدي لها. وعلى هذا الأساس قام الأنتربول بالشراكة مع شركة يوئل لإنشاء الجامعة الدولية للمحققين في جرائم الملكية الفكرية. في الحقيقة يعني من خلال دورتي في الجرائم الملكية الفكرية تعلمت واستفدت الكثير من الأمور والمعلومات التي احنا بحاجة إليها في تنسيق عمل أجهزة الشرطة المحلية وكيفية التصدي للجرائم. فلا سيما بعد أن ثبت الارتباط الوثيق بين جرائم الاتجار بالسلع الغير مشروعة وغيرها من الجرائم مثل الاتجار بالأسلحة والمخدرات.